اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي فعاليات مهرجان أضواء الشارقة 2024 بحفل أقيم في السوق العام بالحمرية لتكريم الشركاء والرعاة والجهات الإعلامية، وذلك بحضور سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة وعدد من رؤساء ومديري الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة وممثلي الجهات الراعية للحدث. 12 يوماً من الإبداع، 12 يوماً من العروض الفنية المبهرة خطفت الأنظار وأضاءت الخيال، 12 يوماً مضت ومعها نودع مهرجان أضواء الشارقة بعد أن سرد بعروضه الضوئية والموسيقية جمال وفن العمارة وثراء الشارقة الثقافي والتاريخي، لتسجل هيئة الإنماء التجاري والسياحي أرقاماً تعكس مكانة هذا الحدث السياحي. هذه الدورة تميزت يعني الحمد لله باختيار مواقع جديدة، بالإضافة إلى إضافة كثير من المرافق والخدمات لمواقع المهرجان لخدمة الزوار من داخل وخارج الدولة، والأعداد تقريباً يعني إجمالي عدد زوار مهرجان أضواء الشارقة على 12 موقع تقريباً تجاوز 1,000,000 زائر ومشاهد. وبالنسبة لقرية الأضواء اللي هي كانت إضافة جديدة هذه السنة بالشكل الجديد والخدمات الجديدة المصاحبة لها، استقبلنا 85,000 زائر. هذا النجاح الكبير جاء في ظل دعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وهو أمر لم تغفل عنه هيئة الإنماء التجاري والسياحي، حيث شهد الحفل تكريم هذه الجهات فهي شريكة في النجاح، وهي التي أسهمت في أن يصبح المهرجان حدثاً مميزاً على خارطة السياحة العالمية. ومن بين هذه الجهات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون المواكبة لهذا المهرجان قبل انطلاقته وحتى ساعاته الأخيرة. إذن مع إصدارها الستار على النسخة 13 من مهرجان أضواء الشارقة، تضع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة علامة مضيئة جديدة في سجل إنجازاتها الحافل بالنجاحات. لأخبار الدار، العنود الصوري.